فحص وظائف الرئتين يتكون من 3 فحوصات مختلفة. الفحص الأول هو فحص نسبة التنفس، الفحص الثاني فحص نسبة الأكسجين وانتقاله من الرئتين إلى مجرى الدم، الفحص الثالث هو فحص حجم الرئتين. نفس طبيعي، نفس طبيعي. راح أعطي تذكير. أحسنت، كمل. يتم إجراء هذا الفحص بناء على طلب الطبيب لتحديد بعض الاختلالات الوظيفية في الرئتين، خصوصاً في الحالات التي يعاني منها المرضى ضيق في التنفس وكحة مزمن. راح أعطي تذكير كمان مرة. طلع النفس مرة واحدة. استمر 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 استمر. اسحب. ارجع طلع بقوة. استمر لمدة 6 ثواني. ارجع نفس طبيعي. نفس طبيعي. يجب على المريض الامتناع عن التدخين قبل الفحص ما لا يقل عن 12 ساعة. يجب على المريض ارتداء ثوبا فضفاضا ليتمكن من عملية التنفس. يجب أخذ أدوية الاستنشاق ما لم يذكر خلاف ذلك.